أكيد هذه ديال السيد إلياس البركي اللي تتبعوها الكبير والصغير في المغرب والمحبين ديالو حتى من غير المحبين، هي قضية موضوعها يشغل رأي بال يشغل بال الرأي العام الوطني. اليوم تقرر تأخير الملف للاطلاع على الشكاية الجديدة إضافتها. شنو الجهة اللي إضافت الأستاذ إذا كان ممكن طرف آخر كان في الفيديو معين هو الذي تقدم إلى الملف، وهذا يؤثر على مسار القضية باعتبار أنه هناك تنازلات في جميع الأطراف، ولكن تم تأخير الملف للاطلاع على الشكاية. وتقدمنا كدفاع بملتمس من جديد يرمي الى تمتيعه بالصلاح المؤقت، والمحكمه لها السلطه التقديريه في تمتيعه بذلك، ولها كذلك السلطه في ان ترفض الطلب، ولكن نحن ثقتنا كبيره في العداله المغربيه. نحن في بلد فيها ملك لا يضام عند احد، واكيد سيجعل الله لإلياس مخرجا وفرجا مما هو فيه. استاذ ما كتشوفش استاذ بلاتي ما كاينش ماشي انت خويا استاذ ما كتشوفش ان تواري الجلسات وتواري الشكايات، ما الغايه وما المقصود من هاد التواري ديال الشكايات؟ والله سبحانه يقول عليه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. فنحن كنحاولوا ما امكن انه هاد الملف هذا يتطوى اقل الاضرار. حنا في البلد صحيح انه متعدد الطوائف، ولكن نحن وحده واحده، شعب واحد، لا فرق بين عربيين وبين حوثيين وبين صحراويين وبين امازيغيين. المغرب بلد واحد، بدليل اننا نتعايش مع بعضنا البعض، العرب في الصحراء وهناك في بلد الأمازيغ، وكذلك العرب. التسامح هو الذي يجمعنا، المغربية التمغربيه هي التي تجمعنا، وبالتالي فإنه حتى تولي هذه الشكايات فليس من شأنها تأثير على المسار القانوني للقضية. أستاذ بخصوص غدا غيكون الإضراب ديال هيئة المحامين، واش ما غيشكش واحد صراحة يعني الخير في هذا الملف؟ يعني نظرا لهذا غيكون واحد المقاطعة ديال تكون صحيح أنه المحامون سيقاطعون الجلسات، وكذلك ستكون هناك تجميد لمهام الدفاع. حتى شعار اخر من طرف جمعيه هيئه المحامين في المغرب. الياس والالياس الملكي او غيره من المتهمين المعتقلين على ذمه قضايا سواء امام محاكم ابتدائيه او محاكم استئناف، فانه يبقى لهم الحق في ان يتمسكوا بدفاعهم حتى وان كان دفاعهم في حاله انقطاع عن العمل، يتمسكوا امام المحاكم حقهم في حضور دفاعهم الى جانبهم، وذلك الى ان يزول ويرتفع المانع الذي هو الاضرار. شكرا استاذ صبغي. استاذ صبغي انا نشد لك استاذ، انا نستغفر الله ندوز بجوج استاذ صبغي. انتم كدفاع يعني طالبتوا اليوم بصراحه مؤقت، واش هذا الصلاح المؤقت يعني تخدم عين اعتبار المحكمه، وكانت شي دوافع يعني خلات ان قضيه ان تم تاجيل الجلسه؟ واش نقول لك يا اخي، هو الصلاح المؤقت هو مكنه متاحه امام جميع الجهات، امام السيد القاضي امام السيد وكيل الملك في التقديم، امام الهيئه القضائيه، قدمناه للمره الثانيه صلاح المؤقت، وبالنسبه لنا في اطار القانون نحن ملزمون ببذل العنايه. انا عوض ان استشف راي المحكمه، وهذا ما دخلش في المهام ديال الدفاع، مشغوليش. انا اقول ان صلاح المؤقت مقدم لجلسه يوميه فيه مضافات هي التنازلات التي أدلي بها. هذا هو التنازلات كتخفف لنا من درجه خطوره الافعال، لان الاعتقال كيكون مرهون بجوج حوايج، خطوره الافعال وعدم الضمان. نحن قلنا للمحكمه
على انه الافعال هي مبدئيا نراها غير خطيره، ولكن الان عقب التنازلات اصبحت اقل حجما، واعتقد بانه يستحق صلاح المؤقت لتنازل جميع الضحايا باستثناء المضاف المستجد هي الشكايه التي قدمت يومه وودي بها في الجلسه. كتشوفش استاذ ان بعض الجمعيات اللي كتقوم بهذه الشكايه المراد لان تاخروا في رفع الدواء، المراد منها هو الركوب على الموجه. الركوب على الموجه، اولا ليس مطلوبا مني ان استقرئ النوايا. اطار الدفاع انا اتعامل مع الدليل والحجه. رأيت اليوم شكاية مقدمة لجلسة يومي شكاية واحدة، وفرحت برؤية مجموعة من التنازلات، وإن قسنا الفعلين فإنه يظهر بأن التوجه رامي إلى رحمتي والتفاعل بإيجابية مع السيد إلياس، كما أقول دائما لشخصه ولطبيعة قدري. أستاذ بعد التواصل ديالكم مع إلياس كيف الحالة ديال تواصلي مع إلياس قبل ما نقول لك بأنه في إطار الدفاع عليه، عدا ذلك لحد الساعة باقي ما درتش ليه الزيارة في الحبس. من خلال المحاكمه غادي المحاكمه الياس يتمسك بحقه. استاذ سمعنا ان تم ونحن ندافع وسط الجلسه. المساله كانت مشاهده وماشي ربما تقييم اغماء من عدم مساله طبيه، ولكن بدا قبيله بانه كاين عليه اثر، كاين عليه اثر ديال ضرر معين. التصورات ديالكم استاذ ربما سيبوا لي نفسي وسولوا الياس. التصور ديالكم كدفاع قضيه تصورات ديالكم انتم كهيئه تصوري انا في حياتي من نهار بديت في الدفاع ما عمرني دافعت شي قضيه انا ما امنش بها. استاذ اليوم يعني احنا اهم من مثل هذه القضايا في الاهتمام بها يعني اعلاميا، شنو ممكن النصيحه ديالك اللي تقدم مثل هذا الشباب يعني اللي كيقوموا بمثل هذه التصرفات اللي كتكون طائشه وربما انها يعني صراحه انها تخسر الهضره ولا هذه الامور يعني اولا لا املك حق تقييم تصرفات الشباب لان الامر لا يلج لي، وثانيا انا اقول ان المجتمع المغربي من خصائصه ان المجتمع المتحرك والشباب قوه بغض النظر عن بعض الاخطاء اللي كتكون وهي من خصائص الطبيعه البشريه. استاذ شكرا. استاذ بعض الناس تحياتي لك. تيقولوا لي العربيه واش ممكن يرفعوا شكايه؟ شنو كيقولوا العربيه؟ اليوتيوبرز اي حاجه يوتيوب الصفحات ولا بعد بصفه عامه لا نتحدث عن هذه الواقعه لان ليس لي وثائقها، ولكن ساقول لك بان حق التشكي حق دستوري، حق الانسان يقدم شكايه، مطلوب انه يقدم على الدليل تحت طائله انه سيواجه باب بالوشايه الكاذبه في حاله بيان كيديه الشكوى ديالو. استاذ هذا الموضوع يقدر يعني ماشي يستحق الضجه كامله وهذه الشوكره اللي كانت اي موضوع؟ الموضوع ديال الياس الماكي ديال السب النوات السب على هذا السب هذا رايي كمحامي من خلال الدفاع عليه انني امثله، انا اؤمن بقضيته في اطار الدفاع، الدفاع القائم على دراسه الحجه وتقديم وسائل الاثبات ومناقشه القضيه، اما الاحكام ديال القضاء فهي التي تعلن عن حقيقه القضيه، وهي على كل حال نسبيه الى انتهاء هذه المسطره بصدور حكم قرار مبرر عن محكمه النقد. اصبحت القضيه اصبحت ابتزاز بزاف ديال يعني الرسائل كتدوز دابا، اغلب شي وحدين اللي باغيين يديروا شكايات باش يبتزوا العائله ديال الياس ملكي. لا صله للاحداث ولا علم لي بها. شكرا. استاذ اذا صدر حكم في هذه القضيه داخل هذه الجلسه ما يمكنش نشوفوا محاكمات خارج ارض الوطن بالنسبه للامازيغ ديال المغرب العالم. السؤال اللي انا كنت فاجئ الى ما كانش واحد المحاكمه هنا، وهل ممكن ان يتابع حين يغادر ارض الوطن من طرف جمعيات عالميه ديال الامازيغ؟ بالنسبه لي نرجعوا للاصل انه الانسان لا يحكم من اجل فعل واحد الا مره واحده. هذا هو حيت الا ما كانش. وكمثال الجمعيات الامازيغيه ارسلتها لنا. الجمعيات الامازيغيه اثبتت بانها وطنيه راس فينا كاملين، اثبتت بان عندها اريحيه حتى التعامل مع الشؤون القضائيه، لانها في زمن قياسي قدمت تنازل في زمن قياسي، وانا اقول بان ما يقع ولا يعني كاس على المجتمع المغربي، لاحظ بان اولادنا كيضربوا كيصالحوا موالدينا في نفس النهار، حنا هكا اللي بغى يخلينا ماشي هكا راه باغي يتفلى. استاذ بالنسبه لمشاريع الطلب كاين الصراحه وعلن. المفترض ان الصراحه المؤقت توفيه يومي راه تحفظ منه في هذا المداوله لا تامل كل ما تخش القضيه ينفض اما يتعلق بالقضاء جماعيك. نعم. استاذ صبري الناس كيسولوا عن واش كاين امل. امل ديما كاين في الله عز وجل. وداك الشيء علاش الحقيقه عرفها المشرع المغربي بان حقيقه ديما نسبيه، والغريب ان كل واحد في الحياه عنده حقيقته. انا نتمنى من بعد هذه القضيه ترجع اللحمه ما بين الياس الملكي وهذا المشتكي بالضبط على مستوى الواقع اكثر من قانونا. شكرا.